عارفين هو كان بيبقى ليه اثنين مدرب كده، مش فاكر كان اسمهم ايه، واحد فيهم صغير والثاني فيه. صغير هو اللي بيبقى على محور الاكس، هنا محور الاكس اسمه سي، المحور بتاع الواي هنا اسمه مي. كانت نقطة الـ A والـ B ديت هي نقطة الـ ديمتر ريديوس بتاع الالبس بقى، الريديوس الصغير والكبير. الـ B هنا اسمها دي ماكسيموم، هتلاقي الالبس بيبدأ من عند حاجة اسمها دي ماكسيموم، وهنا عند حاجة اسمها سي. ده كده جزء من الالبس المفروض إن أنت بتكمله. ده بس من الالبس معاك، بس هشتغل في الجزء ده. تمام؟ المفروض الكيرف ده أو الخط ده ده اسمه الستيدي فلو أبيباتيك الالبس. علشان لو طلبوا ولا حاجة في المفروض في المسألة تبقى عارفين. طب شوية حاجات عليه بقى. لو احنا عملنا خط مايل كده على جذر 45، ميزة الخط ده إن النقطة دي والنقطة دي بيساووا بعض. ده الخط 45 ده أي مثلث قايم 45 بتاعه كل التلاقيين متساويين. جميل؟ طب إمتى المحور بتاع الـ B والـ C، إمتى الـ B والـ C يساووا بعض؟ هنبقى بيساووا الخط ده اسمه ماك بيساووا واحد. ديت هيبقى اسمها الـ B ستار، ودي هيبقى اسمها الـ C ستار. المشكلة؟ طيب الجزء ده من الالبس واضح ان البي في بتبقى اعلى من السي، عشان كده الجزء ده بيمثل السوبر سول، والجزء اللي فوق ده بيمثل السب سول. اللي هنا سوبر وهنا سب سول. طيب في بقى حته معينه كده في التمرين لما قلنا اقل من 0.3 احنا ممكن نقول ان الفلو ده انكمبريسبل. غير الارتباط في التمرين ده قلنا الاول سبب، وبعد كده قلنا سبب تاني بقى السي بيتناسب مع الديرو. فاكرين لما قلنا ان لما الماه تبقى قليله قوي تغير في الكثافه بيبقى قليل، ممكن نقول ان مفيش تغير في الكثافه حصل. هنا نفس الكلام، لو بصينا عند ماه سامسون قليله جدا تقريبا 0.3 هنلاقي الخط ده تقريبا واللي جاي منه هنا تقريبا بخط. فهنا برضه ممكن نقول ان الماه انكمبريسبل، ده كان سبب تاني. فاكيد مش هيسال فيه طبعا. كيف احنا عرفنا يا ليه ما تقلب 0.3؟ ممكن نقول على الفلو دوت ان هو انكمبريسبل. هنا السي ليه ما بتتغيرش؟ يعني مش ما بتتغيرش، يعني الكثافه ثابته بتاعت الغاز. المشكله دي كانت نقطه كده بس وقعت مني. نفتكر بقى احنا في شابتر 1 قلنا ان احنا درسنا الاول وبعد كده شويه كونتينيتي ايكويشن ومومنتم وشويه حاجات كده صح؟ والكونتينيتي ايكويشن والانرجي ايكويشن مش فيه مشكله، المومنتم ايكويشن بس كان فيها دايما نقطه بنتلخبط فيها اللي هي بتاعت البريشر اللي موجود في معادلة المومنتوم. قلنا ان البريشر ده لازم يبقى جيج بريشر، ما ينفعش يبقى سيليك. عشان كده في مسائل الروكتس دايما كانت هي دي اللي بتلغي. في مساله بنحلها النهارده هي دي بقى اللي بتوضح لك فعلا ان انت لازم تاخد في الاعتبار ان البريشر اللي موجود في المومنتوم ده جيج، نحلها برضه. طيب بعد كده في شابتر 2 درسنا بقى يعني ايه سبيد اوف ساوند، يعني ايه موجة الصوت، تمام؟ وسرعه الصوت بتيجي ازاي، واحنا بنساوي جذر الكي ار تي في حاله الايديال ايديال جاز. عرفنا الايديال جاز ايكويشن دي بي بيساوي ام ار تي. بعد كده عرفنا الفرق بين السب سونيك والسونيك والسوبر سونيك. وفي السوبر سونيك دايما كان في حته كده بتاعت الماك انجل دي او الهاف تون انجل دي، كان بيبقى عليها مساله صغيره تمام. كان بيساوي ايه بقى الهاف تون؟ كان بيساوي الساين ساين اكتر، كان بيساوي واحد على الماك او بيساوي الزي على الماك تمام. فين شكل الالفا؟ بكل بساطه لو الجسم اتحرك على لاين هو المكان بتاعه صمم هنا مثلا وعمل الماكتون، فدي اللي كان بيبقى اسمها الالفا. في مشكله؟ وقام جاي هو اخترع مساله قال لك ان في واحد واقف هنا، شخص واقف هنا، هو علشان يسمع الصوت لازم يعمل زاويه الفا كده مع الجسم اللي بيتحرك فوق. وعرفنا شويه مسافات مسافه راسيه اللي هو بيبقى في مساله ارتفاع الجسم اللي بيتحرك او الطياره اللي بتتحرك على مستوى الارض، ده الارتفاع بتاعها. ديت المسافه دي بيعرفها من المسافه اللي الطياره بتقطعها من فوق الجسم اللي هو الاوبسرفر دوت او الراجل اللي بيسمع لحد ما يسمع الصوت. دي المسافه اللي الطياره بتمشيها من هنا لهنا عشان هو يبدا يسمع. تمام؟ ديت المسافه من الجسم نفسه او من الطياره للاوبسرفر. هو بيقول لك كده ان عند اللحظه اللي سمع فيها الصوت كانت المسافه ما بينهم مسافه بقى، طالما مسافه ما بينهم يقصد المسافه دي. تمام؟ طيب ساين الالفا لما تيجي تشوفها بالالفا. كان في مساله هنا برضه كانت جت في امتحان كده بس نادرا لما بتيجي، بس هو اللي بتيجي. هو كان بيقول لك الاير كرافت ديت كانت يعني فلاي على ليفل او على ارتفاع 3000 متر يوصل ان ليفل اللي هو هي ماشيه على 3000 متر. بعد كده قال لك ماشيه بسرعه 650، فالانديل بتاعتها بتساوي 650 متر بالسكند.
وصف كانت او في هاو ان هارد شو هاد الصوت فيه 325 انا ترجمت على طول المقام دي انا بسيب هو سوبر سونيك وطالما هو سوبر سونيك يبقى علشان يسمع صوت لازم تعرف تحديد تعمل الفا بقى والكلام ده هو بيقول لك هاو ماتش تايم تاخد وقت قد ايه الطياره ديت افتر ذا اير كرافت هاز باست ذا اوبسيرفر يعني من ساعه ما باست الاوبسيرفر هنا لحد ما فيرست هيل لحد ما ابدا يسمع الايه الصوت بتاع الطياره يعني من الاخر عايز الزمن من هنا طيب سؤال هو دلوقتي لما يبقى محتاج زمن تمام وهو مديني زحام يبقى لازم ادخل بسرعه شوف بقى الارقام ان المسافه بتساوي سرعه في زمن صح؟ طيب المسافه دي مسافه لو انا هشوف السرعه اللي ماشي هنا دي سرعه الايه هنا يبقى انا عايز اجيب المسافه دي او سرعه الطياره الزمن اللي الطياره طايح دي كده بتساوي ايه ده؟ بتساوي المسافه اللي فوق دي هو عايز يبتدي بقى يعمل ايه؟ خلاص انا هجيب الستاين انكل و استخدمها مره بالواحد على الماء ومره بالمثلثات تمام وهي بواحد على الماء قول ببساطه الستاين انكل دي بتساوي السي على المية 325 على 650 تمام دي بعد ما تجيب الانكل هي بتطلع 60 تقريبا 30 بعد ما تطلع الانكل 30 تيجي بقى ليه او دي كان الفا مثلا المقابل على المجاور ولا كان الفا ادي كان الفا بتساوي 3000 على البي 650 الزمن اللي هو بنجيب الزمن حلينا عليها شويه مسائل راجعوا عليها مرتين كده مسائل بسيطه وهنا مش بيبقى فيه افكار قوي يمكن الشيت بتاعكم الفكره كلها كل ما الشيت سهل شويه شيت 2 صح؟ دي الفكره اه لكن المسائل الموجوده في الجزء ده بالذات الشيت انا شايفه مسائل حلوه مش سهله بس هو كده جزء عشان سهل ما كنت حاسين الموضوع بسيط لكن هي المسائل اللي باخد دي تعتبر توب يعني. طيب ده كده كانت المسائل تقريبا اللي موجوده في شيت 2 بعد كده خدنا بقى شيت 3 بيتكلم بقى عن الايزنتروبيك فلو حلو الايزنتروبيك فلو كان ليه شويه يعني اسامبشنز كده وغيره كده كان دايما بيعمل الفريكشن والهيت اول حاجه ان هو طبعا الايزنتروبيك معنى كلمه ايزنتروبيك ان هو ادياباتيك دي اول حاجه بالتالي التوتال تمبرتشر بتاعت كونسن وكمان الريفرسبل يعني ارجاع يعني ما بيحصلش فريكشن طالما ما بيحصلش فريكشن واحنا متفقين ان البي نوت ديت يعني هي التوتال بريشر وهي ديت سمشن الانرجي كلها اللي موجوده بما ان هو ما فقدش انرجي يبقى البي نوت كونسن لكن ده مش هيمنع ان هو ممكن في الشابتر ده يقول لك ان الفلو ادياباتيك كل اللي هيفرق معاك ان هو ادياباتيك مش ايزنتروبيك ان بس البي نوت مش هتبقى كونسن احنا طبعا المفروض ان احنا فاهمين ايه يعني ايه الاستجنيشن بروبرتيز احنا قلنا الاستجنيشن بروبرتيز دي يعني هي خاصه عند السكون اوكي بس هي وظيفتها مش ان الماء وقف سيبك مكانه لا هي وظيفتها ان هي كونستنت ثابته طول المسار طول الفلو فممكن تستخدمها عشان تربط ما بين نقطه لنقطه ثانيه زي ما شفنا في التيبل في الشارت المشكله طيب وكمان في خواص كريتيكال اللي هي الفاصل التاسع على ما تساوي وعرفنا يعني ايه بقى البي ستار والتي ستار ومش عارف حاجه والاي ستار تمام وقلنا الفرق ما بينهم وبين الماكس ستار، الماكس ستار مالهاش علاقه خالص بالكريتيكال ولكن هي حاجه كده خاصه بنفسها هي عباره عن البي على السي ستار، السي ستار هي سرعه الصوت عند التي ستار جذب الكي ار بالتي ستار تمام؟ طيب المسائل بقى من في الشابتر دوت تبقى على الكونفرجن تروزن كونفرجن دايفرجن تروزن ومسائل الروكت ثلاث اجزاء دايما مسائل الروكت دايما ما بيجيبش الكونفرجنت دايفرجنت لوحدها يعني هو ناوي يجيب ان هو كونفرجنت دايفرجنت نوزل دايما هتلاقيه حاططها في روكت لان هي لوحدها كده تبقى مساله خفيفه فدايما هتلاقي الكونفرجنت دايفرجنت مرفوع على طول روكت مساله روكت مساله روكت بقصد بيها الانفرس فانكشن والرياكشن والكلام ده فبتجيب الفورس دي طيب في الاول الكونفرجنت نوزل احنا قلنا في حاجه اسمها النوزل تشوت طبعا في الاول هو الكونفرجنت او الدايفرجنت والسرعه بتزيد او بتقل على حسب الماء عارفين لو هو سبسونيك والاريا بتقل السرعه هتزيد الضغط والكثافه عكس لكن لو هو سوبر سونيك الاريا تقل السرعه تقل برضه العكس عكس اللي احنا كنا عارفينه ده في حاله السوبر سونيك والضغط والكثافه دايما عكس السرعه فانت اللي هتعمله في السرعه تفهمه بس على السرعه وبعد كده تقيسه على الضغط تمام في الكونفرجنت نازل احنا افترضنا ان الفلو بيبقى بيتحرك طبعا من الاستجنيشن فبيتحرك سبسونيك فبيبدا يحصل له اكسلريشن لان هو سبسونيك اللي هي بتقل. طيب بيبدا يحصل له اكسلريشن طول ما انت عمال تقلل الباك بريشر واحنا عرفنا ان الضغط اصلا بيرتقي في اتجاه سوري الفلو بيتحرك في اتجاه الضغط القليل فكل ما انت عمال تقلل الباك بريشر طول ما انت عمال تعمل له اكسلريشن
قلنا هيبقى منه اكسلريشن كده لحد امتى؟ اخره لحد ما يوصل لمان دي ثانيه واحد عند الاكزيت. ده الاخر بتاعه. تمام؟ بيبقى ماشي سبسونيك يعني في اللحظه دي بتبقى النوزل اسمها تشوت. يعني ايه تشوت؟ بالسي مش بالاس. معناها ان هي بقت ماشي فيها ماكسيموم فلويد. طيب ماكسيموم فلويد معناها ان هو مش هيقدر يعمل اكسلريشن اكتر من كده. وقلنا ان في المرحله دي او في النقطه دي ماشي عند الاكزيت بتساوي واحد. يعني البريشر والتمبرتشر والقوس عند الاكزيت كلها بقى اسمها ستوب. تمام؟ طيب بدانا نقلل الباك بريشر تاني قلنا خلاص بقى مهما نقلل الباك بريشر القوس بتاعت الاكزيت سيبت خلاص عند ماكس بيساوي واحد. ودي الحاله الوحيده اللي بتبدا البي اكزيت بتختلف عن البي باك. ساعتها البي اكزيت بتفضل زي ما هي بي ستوب. عشان كده المقارنه دايما في المسائل بتقارن ما بين البي ستار وما بين البي باك. تمام؟ لو البي باك اقل من البي ستار قلت عن البي ستار خلاص يبقى كده البي باك ما لهاش دعوه. خلاص انت عرفت ان عند الاكزيت باك بقى بيساوي واحد بي اسمها بي ستار والبي اسمها بي ستار والكلام ده. طب لو الباك بريشر اعلى من البي ستار قال لك لا ده هو لسه ما وصلش لسه الماك بيساوي واحد واكسلريتد اه بس مش الماك بيساوي واحد. الحاله دي يبقى البي اكزيت بيساوي البي باك عادي. في مشكله؟ طيب نحل الاول على الانفرجن. يديك كيف المسألة مش موجودة في الجداول. أنا بقول لك إن أنت مش معاك تستخدم الكيلو. عشان الكيلو اللي معاك أنت كتبت التيبل. تمام. التيبل
لا تيبل دي نفسها فيها كتير كده فيها الايزوتروبي فيها كتير اقرا فوق خالص كده في كي ايه كي 1.4 كمان شويه كام صفحه كده تلاقي كي 1.3 ايوه بيقول لك بقى دي مش موجوده في التيبل ما انت ما تخشش اي تيبل وخلاص حتى بقى اهم حاجه الكي اللي انت داخل بيها مش موجوده في التيبل هتضطر تستعمل الايكويشن اوبشن ده لو كده تستعمل الايكويشن من غير ما يقول لك عارف برضه او يسوحك تبدا انت تكتبه زي الشاطر وانت اصلا مش فاكر الكي مثلا لو مش مديني مثلا الكي مثلا او مش مديني مثلا نوع الجهاز مش ممكن افرض انا مثلا او ان انا في المساله حابب اسيبه انا هنا نفترض ان احنا يا تيبل ايكويشن المهم ان احنا عرفنا نجيب البي ال على الجيون وعرفنا نجيب البي ال على الجيون مش مشكله وعرفنا نجيب الاي ال على الاي ستار كل شويه تحت الكلام ده تمام كده كده انا معايا الدي ان ومعايا الدي ان ومعايا الميمون معايا الميمون حتى بيعرف يستخدم التيبل فده لسه تمام يعني طيب خلاص كده الميمون كمان معايا هنبدا نكرر بالارقام بقى البي باك على الميمون كان 18% بي ستار على الميمون كان بنص يعني لا طيب يبقى الكيس دي تشوب ولا تشوب؟ تشوب دي ستار دي اعلى من كيبة يبقى تشوب النودل تشوب طالما النودل تشوب انا عارف القرار ده عامل الاكزت هناك بيساوي واحد والبي اكزت بيساوي البي ستار انت لسه جايبها صح؟ وهتلاقي بقى البي اكزت بيساوي البي ستار انا عارف نجيب البي ستار ما بيساوي طب لو مش هنجيب الكيبل اهو في الايكويشن ان ما بيساوي واحد عادي خالص تطلع معايا طيب فاضل بقى الاريا بتاعت الاكس حسب الاريا ستار من الكونت على الاريا اللي على الاريا ستار انت عارف ايه اللي هحسبها من الروك تيرم انا عندي الناس شوية هو قال لك انا هستخدم القانون بتاع الناس وريت لا روك الاي بي بي يعني البي على الار دي الاري اس البي ان معاك الناشونال دي معاك البي معاك سوري معاك البي والدي هتجيب الايه؟ الاري ان صح؟ تحطها في الناشونال واحد تاني يقول لك ده كانه غلط الناشونال دي ماكس طالما كده كده الروتين تشارت يعني ممكن اسمه القانون بتاع الاي دوت ماكس اللي هو 0.04042 ده القانون ده القانون ده عند كي 1.4 بس القانون ده عند كي 1.4 بس فيقدر يستخدمه يجيب الاستار دايركت على طول بالبين والبين معلش حته الشوت ده مش المفروض اعملها حاجه اسمها اوفر فلو والكلام ده هو يعني الشوت ده اوفر فلو صح؟ لا يعني ماكسيمم فلو ريت مفيش اوفر فلو ما بيحصلش اوفر فلو لان هو ما بيخشش الفلو اصلا الاوفر فلو هو بيخش الماكسيمم هي النودل انت بتدرس النودل مش اللي بره النودل هو الكلام بتشرب ميه وبتشرب والكلام ده الكنترول فوليوم اللي بتدرسه هو بتاع اللي بتخش فيها الميه مش عارف ايه البتاع ماشي تمام فهي دي الكنترول فوليوم بتاعك اللي انت بتدرسه هل انت شفت الميه اللي بتتبلى بره انت كدراسه انت شغال هنا مش بره مالكش دعوه بالجمله كلها يعني انا ماليش دعوه بالميه هنا الهواء ايه اللي بيحصل له هنا انا عايز اللي داخل جوه ده دراستي فاهم؟ اللي داخل هنا مش فيها حاجه؟ طب احنا ليه لما نقول ايه ما بنقولش في هو ده استميشن بالايه اللي هنا؟ على حسب هو مديك الام دي احنا اتفقنا ان كده كده اللير بتاعت الام دي اللير دي لو انت بصيت لها من بره هي استجنيشن ممكن تكون بتاخد من الاتموسفيريك مثلا تمام او تكون بتاخد من اللارج تانك على حسب ما يقول لك حلو لكن لو ده معناه ان السرعه عند الام بتساوي زيرو كده الفلو مش هيخش لكن انت لو نفس اللير دي لو بصيت لها من جوه هتلاقي الفلو بدا يتحرك تبقى ليه في ام فاهم الفكره؟ زي نفس اللير دي كده تمام طب بصيت لها من جوه بي ستار بصيت لها من بره بي باك مش متساويين تمام صح ولا ايه؟ طيب اسالك كمان وراح نبدا في المساله دي انا سيبها الصور اللي ورا ده بعد ما نخلص هو ده شيء كده مش ولا ايه؟ ده شيء طبعا لا مش شيء مثال من بره طيب عندنا دبل تانك سيستم سيستم كده عباره عن دبل تانك تانكين ورا بعض مركب فيهم تو ايدنتيكال كونفرجن كونفرجن نوزلز يعني
يعني هو مركب اثنين ايدنتيتي نفس الكونفرجن هم راسمين بالشكل. ادي كونفرجن كلوزد والتاكل الثاني هنا في كونفرجن كلوزد برضه. يعني هما ذا سيم المشكله التانك بيدي التانك والتانك ده بيدي للاتموسفير. قال لي ان هما ايدنتيكال فالاريا بتاعت الانسل كانت 6 بوينت سنتيمتر سكوير. التانكس ار لارج. يعني ايه التانك لارج؟ التانكس دول انا من القوس جوه التانكين استجنيشن لكن هنا بقى البيون قلب 700 مليون سكيل ومديني تيون هنا 300 درجه سليمنس. بعد كده بيقول لي خلي بالك بقى فلو از ايزنتروبيك اكروس ذا نوزل. اكروس ذا نوزل فلو ايزنتروبيك بس انتروبي تشينجز فروم 1 تو 3. يعني قال لك ان المنطقه دي 1 المنطقه دي 2 المنطقه دي 3 من 1 ل 3 حصل انتروبي تشينج. يعني يعني ادي بقى مش ايزنتروبيك. يعني من 1 ل 3 مش ايزنتروبيك. يعني يقصد ان 1 ل 2 ليها بيوت لكن من 2 ل 3 ليه بيها ليها بيوت مختلفه. المشكله عادي انا واخد بس في اعتبار ان البيوت بتتغير. طيب ايه تاني؟ بس مش ميديا مرات تاني لا دي معلومه كمان. قال لي ان البي اتموسفيريك او الباك بريشر 70 كيلو باسكال وهو عايز الجي. تعرفين الجي ديت ولا مش عارفين؟ المات بالاريا اللي هي الفلكس ماس فلكس اللي هي الماس فلو ريت باليونت اريا. ماس فلو ريت باليونت اريا هو عايزها. بس نبدا نكتب منين بقى؟ نعمل ايه؟ بص اول حاجه اسامشن حاجه قول بما ان البي اللي هنا اكبر بكتير من البي الباك بريشر فانت هتفترض ان النوزل الثانيه دي شورت. ده اول فرق. ليه؟ قال لك لان البي نوت دي كبيره. البي نوت دي 700 لما تطلع هنا قول 600 500 من 500 ل 70 فهو بدا يفترض ان الفلو دوت هيبقى شورت. ولو بيحصل اكسبانشن من 100 مثلا ل 80 طب انت قللت ال 80 ل 60 ل 50 ل 40 ل 20 انت كده داخل في منطقه ان انت ممكن يحصل شغل. فكل ما يبقى الفرق بينهم كبير فانت بيبقى احتماليه ان حصل الشوكينج ديت هي كبيره. وده اول فرق. وانت هتفترض ان النوزل الاثنين ديت شغل. في مشكله؟ طيب ايه رايك في الماس لوريت هنا؟ الماس فلوريد هنا مش المفروض لما اتقارن ده هو ستيل ترجع للاسامبشن بتاع الالكتروبيك فلو اللي هو ستيل. فانت عارف ان الماس فلوريد في النوزل الاولاني الماس فلوريد في النوزل الثاني. طيب في النوزل الثاني انا عارف ان هو ماس 0.0442 بيموت بس هنسميها بيموت 2 على جذر تيموت في الاريا في الاي ستار 2 اللي هي بالمناسبة هنا هيبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ صح؟ ينفع؟ هي النوزل تشوك مش النوزل دي تشوك؟ يعني الاريا اكس هي ايه الاستور؟ الماس عند الاكس بسواق. لكن من هنا بقى الماس فلوريد اللي هنا ده مش ماكس مش تشوك. فعملوا بقى ايه؟ رو اللي هي البي اكس على الار البي اكس في الـ A exit في الـ B exit. في مشكلة؟ مش مشكلة؟ طيب إيه؟ عند إيه؟ أول حاجة عايز أعرف بقى إيه علاقة الـ B بين 1 واللي هنا في التانك ده اسمه B نوت 2؟ إيه علاقة الـ B نوت 2 بالـ B exit 1؟ يعني إيه علاقة الـ B exit اللي هنا بالـ B نوت 2؟ بيتوا بعض. سوا بعض، لازم تشوف. انا عارف ان ال بي نوت 2 بيساوي ال بي اكزيت 1 علشان هي مش تشوك. وبالنسبه لي ال بي نوت 2 هي الباك بريشر بتاع النوزل الاولاني فبيساوي بعض. هتقدر تقارن بيه مع
شخص. طيب البي ان نتورك اسمها ماك في الجهاز كي ار تي كي في الار دي اكزيت ورك. الكلام ده على ار دي اكزيت ورك. نحفل الاوبوي او 4042 على جهاز التينو. المشكلة فهم ده مثال مش تيرز فقط. تمام؟ طيب هتيجي بقى ندخل الاثنين دول جوه هنا جذر يخشوا تحت الجذر بالتربيب. جميل؟ هيتبقى عندي قد الكي على الار تيرز فقط تمشي. طيب بتساوي هو بوينت هو 4 و 4 2. طب جذر التينو ده لو لما يروح هيروح في البسط ولا في المقام؟ في البسط. البسط. ميال التينو ينفع؟ طيب بعد كده الماك اكزيت سوري 1 في جذر ادي الكي على الار في جذر تينو على التي اكزيت 1 يساوي الرقم ده. تمام؟ طيب التيم على التيم بتوع من الايكويشنز اللي معاك في ايكويشن كده لو حد فتح الايكويشن موجوده في التيبل اللي هي صفحه 8 برضه. اه التيم انت معاك التي اكزيت على التيم مش التي نود على التي اكزيت صح؟ مفيش مشكله هنقلبها يعني اللي معاك ده كله هيبقى فانكشن في الماك ماك اكزيت 1 هتبقى المعادله كلها متغير واحد اللي هو الماك اكزيت 1. عارف ان هي المساله مش ديفولت المسألة مش عادية عادي هي فكرة أنا بقول لك بس يعني فاهم حاجة جت قريب من كده شبه كده يبقى فاهم بتتحل ازاي. ايه ده؟ ايه؟ هو هوا 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 كيف هو مطلوب تمام؟ خلاص انت معاك دي ماك اكزيت وار من هنا اللي جوه هنا يبقى في كي وار برضه ماك اكزيت وار تمام؟ ودي حاجة تانية وار رقم هتعرف تحل وتجيب الماك على الآلة بقى هتقعد بقى تربع الطرفين الطالب اساسا. طيب جبنا ماك ادي الماك اكزيت 1 طيب معايا بكره بدور على ايه؟ انا عايز اجيب الماك برو ليه؟ انا عايز اجيب يا معلومه هنا او دي تبقى كامله معايا دي تبقى كامله معايا. حلو؟ انا من الاول كده جاي معايا الايه؟ ومعايا الرقم بس انا معايا الدين وال2 وانا معايا الدين. تمام؟ طيب نعمل ايه؟ معايا الدين سوري معايا الدين بس مش معايا الدين وال2 يعني كل اللي انا بدور عليه دلوقتي ايه؟ البي 2 اللي هو اسمه ايه؟ البي اكزيت 1 اخد بماك اكزيت 1 واجيب البي على البي 1 بس كده يبقى بماك اللي انت لسه جايبها دي لو خدنا البي او الايكويشن هتجيب البي على البي 1 صح؟ والبي 1 كده كده هنا معاك هتعرف تجيب البي اكزيت 1 اللي هي اسمها بي ماك وتجيب الماس فلوريد ده او الماس فلوريد بريونيك اريا ايا كان هو في مشكلة؟ يبقى هنا احنا عملنا ايه؟ او فكرتين ايه؟ أول حاجة الفرض الفرض اللي احنا فرضناه اللي هو ان النوتش كان الشوت تمام؟ ليه؟ علشان ده اللي قليل ده لو ده هو اللي كان قليل يعني لو دي كانت 70 ودي كانت 100 يبقى دي اللي تشوت ودي عادي دي اللي تشوت لان الفرق دي 100 100 ده وش اكيد الفرق الضغط العالي ده اكيد هيعمل تشوت للنوتش ده فرض دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنت تبقى واقف في الباب لو عايز الماس فلوريت فأنت بدأت تفكر في الماس فلوريت حطيت القانون بتاع قدام وافترضت إن هما متساويين بس هنا القانون بتاع الشوكينج وهنا القانون العادي. فوقتهم ببعض إن هو كده الماس فلوريت ثابتة وبدأت معايا. دي مشكلة؟ هو السؤال معلش. دلوقتي أنا مش معايا المخ واحد ولا معايا التي إي واحد. أه. معايا إيكويشن فانكشن في المخ والكي. مظبوط. دي اللي هجيب منها؟ المخ. المخ. من هنا راح جايب التين في التين او من نفس الايكويشن تخلي الماك لوحدها في طرف وتي على التين في طرف وتشيل الماك ساعتها المعادله هتبقى كبيره شويه تمام يعني هنا هتبقى حاجات كتير كده تي على التين في طرف تمام وانت معاك التين يبقى بدور على التين التي تمام انت لسه فكرت ان النوت الثانيه اللي تشوف فلو فكرت النوت الاولانيه تشوف ان مش هتحل الموضوع لا مش هتحل ليه مع التين نوت والتين نوت هي اصلا غلط والفرض غلط انا اعتمادي كله على الشخص انت عندك ده اللي اكتر قليل مش ده انا فاهم ده انت
تبقى مثلا 100 فانت ولا مش واحد. انت افترضت الفرق غلط، ده مش هيحصل. بص انت بتتخيل ان انت مكان الفلو، هو بيتسلك من هنا لهنا، هنا مفيش حاجه اكبرته، هنا مفيش ضغط قليل، هنا مفيش اتموسفيريك، ده تلج يعني احفار. تمام؟ ايه اللي هيجبره ان هو يطلع ضغط قليل؟ مفيش. لكن هو خارج هنا، هو هنا خارج في اتموسفيريك، هو مجبر على الضغط ده. ده هو مجبر عليه. لكن ده وهيكيف نفسه عليه. هو اكيد مش هيشك ان هو الفلو هو مش بيفضل، بس هي دي طبيعه ربنا خليها فيه. هو الغاز بيكسباند بيريح نفسه. بيكيف نفسه. بيكيف نفسه، يعني ايه اللي بيخليه ماشي ماكسيمم فلويد؟ ليه ما يمشيش اكتر يعني؟ هو بيكيف نفسه. كمان شويه شابتر 5 2 فلويد يقول لك الماس فلويد بيقل. ايه اللي خلى الفلو يفهم يعني؟ هل في حد قال له قلل الفلويد؟ هو طبيعه الفواصل بتاعته هو بيكيف نفسه. هو بيكسباند من هنا رايح لهنا. ما يعرفش لسه ان في نوزل ثانيه. هو بيكسباند هو السبسونيك عادي جدا مش اي مشكله. خرج هنا الضغط عالي. خرج بقى قدامه هو مجبر بقى. فبدا يكيف نفسه على الضغط القليل ده، فعمل ايه؟ بدا يقلل الفلويد او يثبت الفلويد عند الماكسيموم وما قدرش يزيد عن كده. فلما ده بقى ثبت عند الماكسيموم، لو كان هنا حتى ماشي يعني خلي بالك ممكن الماكسيموم اللي هنا يبقى اعلى من الماكسيموم اللي هنا اصلا. يعني ممكن الماكسيموم اللي هنا وده اللي حصل هنا. ليت سي مثلا 10 كيلو جرام في الثانيه. يبقى ماشي في النزل دي 10 كيلو جرام في الثانيه، هل اللي هنا ده الماكسيموم؟ لا، النزل دي كانت ممكن تشيل 20 30. وهي ممكن تكون كانت بادئه مثلا ب 15 20 مش الماكسيم، بس بادئه برقم عالي. بس لما الفلو بدا يخرج هنا بعد كده اكسباند من الضغط قليل، فهنا الماس فلويد بقى 10 بس، وغصب عنه كاره نفسه هنا بقى 10 بس برضه. فاهم الفكره؟ طيب هو الشغل فلو شغل الاس بتحصل ممكن تكون بادئه بالضغط؟ لا السوبر سون بتحصل في السوبر سونيك. في السوبر سونيك وليها شرط تاني ان الباك بريشر يزيد. انت عايز تفترض ان ممكن تبقى ماشيه هنا سوبر سونيك. صح؟ وهي ماشيه سوبر سونيك هنا هو اصلا السرعه بتقل. والضغط بيزيد اصلا. يعني هو لو ماشي هنا سوبر سونيك لو قررنا ان هو ماشي هنا سوبر سونيك فالضغط بتاعه اصلا بيزيد مش بيقل. او سوري لا هو هنا السرعه بتقل والضغط بيزيد. تمام. ما يحصلش تشوك فيه لان هو اصلا ماشي في سلسل رايح اتجاه سلسل يعني هو اصلا بيأكسلريت بيديسلريت السرعه اصلا بس ممكن يكون المبدا كان كبير او نص بتاع التعقيد فلو قلل شويه مثلا مع بعض قلل اول او واحد او واحد منهم ده في ايه بالظبط؟ الاثنين مع بعض لا هو اللي هنا سلسل اصلا لا هو ماشي في الاستجنيشن ماشي في الاستجنيشن انت عندك اسطوانه بجاز كده اسطوانه عمود البوتاجاز تحت المخزن بتاعه هو بيتحرك من الصفر ماشي صوت سوليك ومستحيل يوصل سوبر سوليك كونفرجنت هو صوت سوليك من غير ما يقول طيب نخش بقى للكونفرجنت والدايفرجنت الفرق ما بينها بقى ما بين ايه؟ بيجينا احنا واحنا جايين مركبين هنا واحده دايفرجنت تاني كنا لسه قايلين حاجه ما هوش ان هي هنا سبسونيك بس طالما بيتحرك من الصفر بيتحرك من الاستجنيشن مستحيل يوصل للسوبر سونيك في الجزء ده بس اخر يوصل لمايك بيساوي واحد عند الايه؟ عند الاكزت هنا اكزت لما تركب فيها دايفرجنت بارت ثاني ما بقتش اكزت فهنسميها اسم ثاني اسمها الثروت الثروت اللي هو ده اقل اريا موجوده في النزل كونفرجنت دايفرجنت بقى طيب هو وصل لمايك بيساوي واحد عند المنطقه ديت عند الثروت ديت هو مش عارف هو داخل في جزء دايفرجنت هل اتبع القانون بتاعت السابسونيك والسرعه بتاعته تقل ولا السوبر سونيك والسرعه تزيد؟ بيتوقف بقى على الباك بريشر اللي هو رايح ليه هو لو رايح لضغط من الثروت هو واقف عند الثروت بي ستار لو رايح لضغط قليل هيأكسلريت فيكمل سوبر سونيك لو رايح لضغط عالي هيديسلريت ويكمل سابسونيك ده بقى اللي هو بيكيف نفسه تمام؟ طيب هنا على طول دايما وابدا البي اكزت بتساوي البي باك لحد دلوقتي برضه بعد ما الترم ممكن يختلف الكلام لحد دلوقتي احنا فاهمين ايه؟ البي اكزت بتساوي على طول البي باك ليه؟ لان اللي كان بيوقف البي باك هناك او سوري اللي بيوقف البي اكزت هناك عند البي ستار هو ان هو مش عارف يزود سرعته تاني مش عارف يقلل ضغطه تاني لكن هنا لا هو ممكن المركز يزيد عن 2 3 4 5 مش هيقول لا فبالتالي السرعه عماله تزيد فالضغط ما عندوش مشكله ان هو يقل فدايما هتلاقي البي اكزت بيساوي البي باك مش كده؟ طيب عندنا هنا النوزل بتبقى تشوك
شوف في حالة ان المخ عند الثروت بتساوي واحد سابسونيك او سوبر سونيك في الحالتين تشوك. علشان كده لما اقول لك هو الفلو ده سوبر سونيك تقول يبقى اكيد تشوك على طول. طب لو هو سابسونيك تقول والله ممكن يبقى تشوك ممكن يبقى ان تشوك. هعرف ازاي؟ كل مساله وليها ظروفها ملهاش كده قاعده، كل مساله هو بيديك كده. طب لو قال لي ديزاين بوينت او الفلو ده شغال عند الديزاين يبقى سوبر سونيك تشوك. طب لو قال لي هي شغاله عند الماكسيموم باد بريشر تو تشوك اذا نزل، عارف ان هي بيحصل تشوك البريشر عمال يقل، حصل تشوك بس سابسونيك قعد يقل تاني تشوك بس سوبر سونيك صح؟ فعشان كده الضغط اللي فوق اللي هو بيخليه تشوك وسابسونيك اسمه ماكسيموم باك بريشر تو تشوك ذا نوزل. ولما بيطلبها بيطلبها كده. اما تسيب الرسمه صح؟ ده كان شغال عامل كده دي. دي كانت البريشر هنا عند السلوت، ده كان السلوت. كان البريشر هنا في ستار. صح؟ كانت هنا سابسونيك وهنا سوبر. دي اسمها الماكسيموم باك بريشر تو تشوك ذا نوزل اللي بنقول عليه. هي فعلا ماكسيموم، هو الضغط عمال يقل هنا. ومن هنا لحد هنا كل ده تشوك. دي اعلى بريشر بتعمل تشوك. هو بيسالك السؤال ده اللي هو اللي احنا عارفين بقى لما بنخش التيبل بنلاقي على الستار عندنا نقطتين، واحده في الصب وواحده في السوبر. على فكره الكلام ده الوحيده اللي ليها نقطتين بس هي الاي على الستار. لان نفس النوزل نفس الاريا انجل نفس الاستور ممكن مره تبقى سابسونيك ومره سوبر سونيك. فلوجيك ان هات التيبلز تبقى موجود ليها كونتين او اثنين ماخ. مش كده؟ طيب الروكت بقى كان في حاجه اسمها الامبلس فانكشن. او ببساطه المومنتم ايكويشن احنا طبقناها كده على النوزل كونفرجنت او كونفرجنت دايفرجنت نوزل وطلعنا من الاخر بمعادله اسمها الاكشن فورس او ثرست فورس وتبقى يعني حسب الاتجاه بتاعك مش تفرق النيجاتيف اللي هيفرق معايا. كان بيسمع اسمها امبلس فانكشن 2 بلس امبلس فانكشن 1. فين ال 1 وفين ال 2؟ ده اللي هو ماشي في الاتجاه ده، دي رقم 1 دي رقم 2. وقالوا لي زمان في الفلويد في الاول كده هو الاكشن ده بيجي منين او الثرست بيجي منين؟ امتى ينتج الاكشن فورس على الفلو؟ لما يحصل تغير للاريا. اي تغير للاريا دايما بيبقى فيه مشكله دايما. مش كده تلاقي النوزل بتاعت الروكت متغيره الاريا، تلاقي الجيت انجن بتاعتها متغير الاريا، البالونه اللي بتطير دي تلاقيها متغيره الاريا، لان هي كبيره من قدام وصغيره سوري كبيره من ورا كده وصغيره من قدام. تغير الاريا ده بيعمل رياكشن فورس، بيعمل ثراست فورس. فهنا بيحصل تغير للاريا، فبتكتب فورس اسمها رياكشن فورس. طب ايه بقى الامبلس فانكشن 2 1 ديت؟ ببساطه اللي بتشمل مومنتم كان اسمها البي 2 في البي 2 زائد الامبلس في البي 2 غير دي كلها اجزت دي ناقص البي اجزت 1 او البي 1 وانا بقول لكم اجزت ايه ده؟ ايه ممكن حضرتك اجزت وايه؟ هي عشان قصدي 2 يعني ودي بي 1 في الاي 1 زائد الام دوت في البي 1 دي جنب المومنتم اكويشن. ازاي بقى ارجعها مع نفسك بس هي كانت كده المومنتم اكويشن. قلنا دي الحاله لما يكون في انت واوت في دخول وفي خروج صح؟ لكن في الروكت انجن بقى ما بيبقاش في دخول يخرج بس يبقى في خروج بس. فبالتالي في حاله الروكت بتلاقي ان الاكشن فورس بس بتساوي البي 2 او البي اكس اي اكس زائد الام دوت في البي اكس. ده في حاله الروكت. من الاخر قال لك روكت انجن رسم لك رسمه الروكت عمل اي حاجه تبقى عارف ان هو البطلون بتاعك. في مساله هنا بقى يعني برضه عجباني يعني. هو هنا عامل انت واوتت وعايزك تجيب برضه الاكشن فورس. هنشوف بقى فيها الاثنين عشان خاطر احنا لما قالها نفسي تمام كانت هي اكزت بس. هنشوف الاثنين. طيب كان في هنا نقطه كده اتكلمنا عليها اللي هي الماكسيموم ماكسيموم ثراست. ماكسيموم ثراست او الايديال روكت او الديزاين كل دي الفاظ يوصف بيها ان انت واخد ماكسيموم ثرست. ماكسيموم ثرست يعني الاف بتساوي الام دوت دي اكس بس الكيرف ده بيزيد. وقلنا ازاي نشيل الكيرف فروم محطوط البوزيتيف والقيمه تزيد. قلنا عشان خاطر البريشر بدل ما يقل لحد ما وصل للبي اتموسفيرك البي دي زاد كانت زياده بسرعه اكتر من مسافه البريشر. طب ليه انت دي بتساوي زيرو؟ انت دي بتساوي زيرو لما البريشر بتاع الاكزيت يكون بيساوي البريشر اتموسفيرك
فاكرين في الاول احنا قلنا البريشر ده جيج 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 ولا سليوت جيج جيج يعني اللي بيتهربط مش مشكله ان هو يعمل كده دي اكزت ما بيعملش سليب لان انت كل اللي بتطلعه من الكيبلز كل البريشر اللي بتطلعه من الجداول ومن الخرايط ومن القوانين كلها سليوت كلها سليوت فلازم تطرحها ناقص البي اتموسفيريك فلما تبقى الاكزت بريشر بيساوي الاتموسفيريك بريشر لما يكونوا بيساووا بعض هتبقى الترم ده جيم وده لما يبقى زيرو الثراست فورس تبقى ماكسيمم بيقول لك ازاي يقول لك ماكسيمم ثراست ايديال روكت ستاندرد روكت اي حاجه روكت يعني روكت جامد فشخ تمام تحل بقى هو الفكره كلها ان هو طاير مش هينفع يحرق
هو بيعتمد على كل اللي هو مخزنه، يعني هو طالع كل اللي هو بيعمله بيتحكم بس في الفتحه بتاعت المحرز بتاعت الغزال، ما بيحرقش. ثم هو طاير هو بيحرقش، بيخلص مرحله خزان بيخلص بيفصلها ويخش الخزان تاني مراحل. كل خزان ليه نوزل متصممه بشكل معين عشان خاطر تعمل معاه كيس. مش هقول لك الجزء ده هينفصل ومسايبه وبعد كده الروكت يكمل، بيبقى الجزء اللي بيكمل ده تصميم النوزل بتاعته هي عايزاه يمشي بسرعه معينه كذا. دايما اول نوزل هي بتبقى الاخطر والاكبر، لان هو لازم يبقى ماشي بهايبرسونيك بقى، الماك بتاعته تبقى اعلى من 25. ليه بقى؟ مش قادر، هو الاحتكاك بتاع الروكت مع جزيئات الهواء اخر الغلاف الجوي وهو بيعدي ممكن تولع، هو عايز الاحتكاك ده يتم في اقل وقت ممكن، يبقى لازم الروكت يكون ماشي باسرع سرعه ممكن. ايه دي الفكره؟ هو ما بيقلقش ولا ما ينفعش، مش كده بيخزن في التانك ويفتح المحرز. تمام؟ يعني هو بيحرق قبل ما بيطير، يعني بيحرق قبل بيقعد شهور وهم شغالين كومباشن بس وبيخزنوا اصلا. لو تفكر ان هو حمار كده لا ماشي. الفيلم اللي انت لا ده دي الغزال بتاع الاحتلال، دي غزال. لو اصلا في البدايه حاجه زي ولع كده مثلا بيقول لك غزال هو دي، يعني انت ممكن الراجل يبقى عامل في الشكمان يدوس بنزين يطلع نار من ورا، هل بيحرق في الشكمان؟ ده بيتحط ميه كده وبتاع مش بيبقى حرق اللي هو مش كومباشن، لكن دي غزال احتلال مش بيحرق اثناء الكلام خالص. انسى مش الكلام ده ما تحاولش، لا عفره كده بتلاقي مش عارف ايه. يعني مثلا الطيارات الحربيه بتشوف من ورا بيطلع نار صح؟ هل هو بيحرق؟ ولا ايه النار اللي بتبقى دي؟ بيحرق جوه الكومباشن شيمبر الروكت انجن. ايوه لكن اللي خرج منها جازات احتراق. بص هي انا مش عارف بس هو ايه هو ايه الاحتراق طيب؟ انت فاهمه ايه؟ فليم يعني؟ يعني لا في فرق ما بين الفليم ده مش كومباشن، مش كومباشن بتاع روكتس او بتاع عربيات. الفليم ده بيسخن حاجه، فليم بيسخن غير الكومباشن التاني. هو بيبقى اللي في العربيه مثلا بيقول لك في عندك السبارك بلاد بتخش بتعمل الانفجار الجميل تمام، واللي بيحرك البان بس مش الولع مش الفليم، مفيش فليم اصلا، في غازات. الغازات دي هي اللي بتعمل اكسبانشن للمكبس وبتطلع بس، ما بتشوفش انت بقى الغازات ديت عشان خاطر الكومباشن كلين بقى في العربيه دي حاجه، لكن في حاله الروكتس لا انت بتشوف التراب بيملى المكان والدنيا بتبقى غرقانه، لان هو بريشر وتمبرتشر عاملين ازاي. تمام؟ بعدين درجه الحراره دي انت بس قربها من اي حاجه كده هتلاقيها مولعه الدنيا جميله كده بس ما بيحتاجش ولا طاقه. احنا نسينا المسألة هنجي ازاي؟ هنجيب بقى النخ. احنا فكرنا الاول فكر صح. ايه اللي معايا وايه اللي انا عامله؟ انا دلوقتي معايا الجينوت معايا الجاز. تيجي نكتب الكومنت بتاعتي بتاع الجامعة. هو في الاول ده اي ولا مش اي؟ لا لا هو اي في ام في البي. هنقول ام دوت في البي اي. حلو؟ مع البي اي؟ لا. مع المزوري؟ لا. بس انا معايا الفورس بس. قانون مركبينه على جنب. طيب بي نود وتي نود ومعايا البي باك ومعايا كلام جاي كده. ايه رايكم في البي اتموسفيريك؟ مش هي الباك بريشر؟ اخش بالبي على البي بنود. البي اكزيت طيب؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ تمام. الدرجه اللي بتتغيرش زي نزل. تمام. صوبة؟ طب بالمناسبه هي سب سونيك ولا سوبر سونيك؟ سوبر. اي دي ار روكت. يعني النوزل شغال عند الديزاين بوينت. مشكلة؟ طيب انا كده معايا البي اكزيت على الميمون، هو ايه اللي عايزين نشوفه؟ ادخل على الجلاوزه جدا. نجيب بقى الماك اكزيت ونجيب الاي اكزيت على الاي ستار ونجيب التي اكزيت على الميمون صح؟ انا اقصد تاني؟ مش تاني. طب هو مديني ايه؟ هل مديني جريات؟ لا مش مديني جريات. بس انا تمام. يعني ده المطلوب ده. مين البي اكزيت؟ مش بيساوي الماك. الاكزيت الكي ار تي. لازم الكي ار تي. معاك اكزيت. هذه البي اكزيت. جيب الام دوت. معايا الرو معايا التي. معايا الام دوت. جيب الام دوت.
مثلا للدفع على الجير بعد كده هنجيب الاريا بكونفرجنت بس هو قال كده عندنا مقاس واحد هنجيب البي ستار على الدين تمام وقال حلو بعد كده معايا البي على الدين ومديني البي نو معايا اقارب بين هنا تقريبا هتطلع تشوف البي ستار كان بتاع يبقى النوزل دي ايه شوف عشان نفهم شوقات فاروق شوقيه فاروق يبقى على طول اللتر بتكون فيها لا يعني انا بشوف يعني هو البيستور اكبر من كده ماشي اما لا احنا مش الكلام ده بتحل الراجل بتحل دلوقتي ممكن تكون ديزاينرز اللي احنا بنقول احنا بنجيب الروكت وكل حاجه بس هي هنا ارقام عايز ارقام فاهم الفكره؟ طيب الكلام ده خلي بالك احنا شغالين عند ايه؟ عند الليد كيو بس اسمع يبقى الباك بريشر بيساوي يعني الباك بريشر هي 100 حلو؟ واحنا مكملين في المية طب انا عرفت خلاص بقت شغل فانا عارف ان البي اكزيت بيساوي البي ستار والتي اكزيت بيساوي التي ستار صح؟ كل دول معايا لان معايا التيبل والتي نوت حد مجمع انا مش باين له زيت في شويه التيبل بس خلاص احنا مكترينها يعني طيب فاضل ايه تاني؟ انا البي اكزيت عايزها تمام والدنيا والاريا اكزيت معايا كده دي معايا ودي معايا هو اجيب الماسكولين اجيب الماسكولين ازاي؟
تعالى نكتب قانون كده ونشوف. البي ستار على الار البي ستار كل دول معايا. الاي اكزت البي اكزت هل معاك البي اكزت؟ لا. اقول له والله اصل البي اكزت دي اصلا بتساوي الام اكزت اللي هي بواحد بدل الكي ار تي والتي اكزت اللي هي التي ستار. يعني انت معاك البي اكزت. يبقى ماسك كل البابل ايه؟ معايا. بعد كل ده في اي كيس؟ ماشي. كل ده في اي كيس؟ قلت الكيس الاولانيه اللي هي مية دي. طب نيجي بعد كده نكتب القانون بتاع الاف. ادي اف بيساوي البي اكزت هل هتطلع على الناتج البي ستار على طول؟ ولا بي ستار ناقص حاجه؟ طبعا البي ستار ناقص 100 ناقص الاتموسفير. البي ستار ناقص 100 صح؟ الاريا زائد الام دوت البي اكس دي بالكيس الاولاني. الكيس الثاني الضغط بتاعه 20. هنا بقى انت ممكن تقول يا باشا بما ان ال 100 تشوك يبقى ال 20 ايه؟ تشوك مش محتاج تعمل تيست بقى صح؟ طب طالما هي تشوك يبقى الماس فلو ريت بتاعت دي هي الماس فلو ريت بتاعت دي؟ ماس صح؟ وطالما هتشوف يعني تي اكزت ايه هي تي اكزت يبقى البي اكزت هي البي اكزت صح؟ والبي هي البي فانت كاتب نفس القانون بالظبط. ادي البي ستار ناقص وادي زائد الام دوت البي اكزت. هنا بقى ناقص كام المره دي؟ 20 ناقص 20. طيب طبيعي بقى لو انت بتنسى وبتكتب دي تنسى تحطها هتلاقي الفورس هي هي الفورس ما حصلش تغيير فلازم تبقى في الاعتبار. لا ازاي انت كده بتقول لي ان طول ما النودل تشوك بقى طاير على الضغط قليل الضغط عالي طول ما هي تشوك بتديني نفس السلاش فورس. ده مش حقيقي. يبقى واضح ان البريشر بيشتغل منها الايه؟ الجيج. كده احنا اقتنعنا تقريبا ان احنا لازم نحط البي باك او البي اتموسفيريك ما ننساهاش بقى صح؟ هشوف ورا حد عنده مشكله؟ لما كده الفورس لما على ارتفاع اعلى صح؟ فده ساعات لازم اخد أمسح؟ اتفضل. خلينا نبص الراجل بس كده. طيب المسألة دي حلوة برضه. هنا بيقول لي سؤال what if the percentage increase in thrust بيقول لي يا ترى البرسنتج انكريز في الثراست فورس القوة دي بتاع روكيت موتور لو احنا ركبنا دايفرجنت كولوشن على النوزل اصلا كانت كونفرجنت بس يعني هناك كونفرجنت كان عنده روكيت بتركب فيه كونفرجنت نوزل فبتدي له ثراست معين هو هيركب دايفرجنت كولوشن هيجيب حته دايفرجنت ويحطها في الكونفرجنت يقول لك بقى يا ترى هو البرسنتج انكريز في الثراست هيبقى كام بس ايه بقى الداتا اللي اديها لي؟ قال لي الجزء الدايفرجن اللي هو هيجيبه الى الاريا بتاعته بالنسبه للاي ستار كان 1.5 بعد كده بيقول لك ان الدايفرجن بارت ديت ادد تو سونيك نوزل ادد تو سونيك نوزل اللي هي كانت في الاول ايه؟ تشوك كانت في الاول تشوك تمام؟ هنا انا ممكن استخدم بقى الكلمه اللي هو قالها دي يبقى انا هنا عارف ان هي هتشوك هو بقى مديني هنا السي دي قال لي 1.2 كيو جول في كيلو جرام كيلو مديني الكي 1.3 بس مديني بقى للسي دي نجيب منها الار الار قال لي السي دي كي في الار كي على الكي مان صح؟ معايا الكي دي الار ادي الروكت انجن وادي الاول كان فاحنا بالظبط كده بنحل المسالتين اول مساله هي كونفرجنت بس وبعد كده كونفرجنت طيب لو هي كونفرجنت انا معايا عايزين نجيب الثلاث فول؟ اه ومديني انا مستكتبها مديني الديمون وادي الديمون بثلاثه ميجا بس مديني البيئة اتموسفيريك كده بره 101.10 كيلو باسكال بس الأول عشان نجيب الثراست فورس عايزين نجيب الإيه؟ محتاجين نقول
البي البي اكزيت في الاي اكزيت البي اكزيت في الاي اكزيت نو ده الاندر ده البي اكزيت تمام صح ومن هي سونيك نوزل يعني هو شايف البي اكزيت دي ان هي ستار والاي ستار والبي دي بي ستار صح؟ فبطلع لي حاجه دي ستار ايه المشكله لما نخش عند اخ واحد عند مات بيساوي واحد واجيب بقى البي ستار على البي نوت واجيب البي ستار على البي نوت حلو وبس مش هتفرق تاني خلاص صح؟ طيب معاك البي نوت والتي نوت يعني معايا البي ستار ومعايا البي ستار وطالما معايا البي ستار جبت البي يبقى معايا البي ستار هتبقى فاهم الكلام ده؟ ماشي يعني جبت اول ثلاث صفر نيجي بقى للماستر ريت ام دوت معروف ليه كده؟ بعد كده ايه الاي ستار؟ الماستر ريت بقى يساوي البي ستار على الار البي ستار الاريا اكزت اللي اسمها الاي ستار البي ستار صح؟ معاك البي والجي والار والبي بس مش معايا الايه؟ جميل؟ هنا في معلومه يديك تديك بيها الايه؟ لا ده خاص بده ده مفيش اي معلومه تديك بيها الايه؟ خلاص الكورس اللي انا هجيبها هنا هاخد من هنا كومن فاكتور الاي ستار ومن الماسك ريت هنا اي ستار هديك رقم في الاي ستار المشكله في تبقى ايشو ممكن تبقى ايشو هو قال لك انا هضيف دايفرجن فورس باكزت تو ثروت ريشيو كذا على كذا او واحد من الصفحتين تمام جميل ادي فورس في الحاله الاولانيه نيجي بقى في الحاله الثانيه بليز هو نفس القانون نفس القانون بس في حاجه تشال من القانون ولا حاجه لما تبقى كونفرجن لدايفرجن المفروض ان هي ابو ماينس لما تصفر حلو قوي يعني الدور ده يتشال صح ولا ايه؟ ده ما تشالش في حاله الكونفرجنت موديل لان كان البي اكزت ما كانتش بتساوي البي اكزت ما كانتش بتساوي البي باك لكن في حاله الكونفرجنت دايفرجن بيساوي بعض على طول الدور ده يتشال هتلاقي هنا الاكشن بوكس بيساوي الماستر ريت في البي اكزت فانت بتدور على دول نعمل ايه بقى؟ عجب اوكي كده في دي اكزت على الاستار صح ادي دي اكزت على الاستار اخش بقى اجيب الام اكزت واجيب الدي على الدي نوت واجيب الدي على الدي نوت في كل حاله السوبر تون بس الدي اكزت هقول له دي اكزت يساوي ام ما خلي بالك هنا بقى في ملاحظه بس هقولها في الاخر الدي اكزت بيساوي ما جذر الكي في الار الدي اكزت صح؟ تمام معاك الماء معاك الجي والار والتي ومعاك البي الماسترو ريت نفس الكلام تاني البي على ار تي في الاي اكزت البي اكزت معاك الجي ومعاك التي والاي اكزت دي بتساوي واحد ونص اي ستار صح؟ ظهرت الاي ستار هنا برضه نيجي بقى للجي اكزت ايه حوار لو جيت تجيب البي اكزت هتلاقي دي اكزت بقى حالة الدايفرجن هتكون انها بتساوي ايه؟ بتساوي 101 جايه ب 500 لما تيجي تجيب البي اكزت على بي نوت 500 هل ده معناه ايه بقى؟ تاني يعني انت لما تخش البي نوت هتجيب بي اكزت على بي نوت بالبي نوت اللي معاك انت ايه؟ كابتن ايجابي افكار هتجيب البي اكزت طلع ب 500 مش ب 101 ليه؟ واي واي مش المفروض بتساويها؟ منين ظهرت بس؟ حصل ان هم تكوي مش منطقيه مش منطقيه خالص كده كده هتخش البيع تشوفها صح؟ ماشي انت البي ستار هنا لما هتجيبها تبقى اعلى من 101 هو ماشي في طريق ضغط قليل سوبر سونيك ما قلتهاش بس اكيد خلاص بقى يعني ماشي فاهمين دي هو هنا ما قالكش ايزنترونيك فلو فانت ما ينفعش تجيب البي اكزت تاخد البي نوت دي ما ينفعش تاخد البي نوت ده هو اتقالك في الاول صح؟ امتى تاخدها وتستخدمها في حاله الاكزت بتاعت الدايفرجن؟ لو قالك ان هو ايزنترونيك هو مش ايزنترونيك فانت دي كده دي كده ما ينفعش تستخدمها تسمع على جيم 2 اللي هي مش معاك اصلا
عشان كده الدي اكس اللي بتديه بتستخدمها هي 101/10. هي فيها حاجة؟ هو ما عادش عليه شغل. وليه تستنى بيه؟ معايا؟ طب حاجة؟ شوف. طيب. هو عايز البرسنتج انكريز في البريشر سوري في الفورس، هتقول له بقى اف دي ناقص دي. على دي. هو بيقول لك انا عايز نسبة الزيادة في الثراست فورس الاصلي، هو فين الاصلي ده ولا ده؟ اللي هو الكونفرجن الزيادة ناقص ده بالنسبة للاصلي يبقى على ده. تمام؟ طب ما تشيل اسمه على ده. هتلاقي تقريبا 4%. ما شاء الله فاضل 5 دقايق. لا ده طبعا الفل بقى. نوري لا لا ايه؟ طيب ما هيش شفت 4 يعني؟ ما هو بس ساكت اهو. بص في شفت 4 ساكت كده هحلهم يعني. طيب عشان نيجي دلوقتي شايفين دي؟ مش هنحلها تمام؟ دي كونفرجن تو دايفرجنت نوزل مش روكت نوزل عاديه. بس الراجل قال لك انا هثبت لك بمسامير من هنا وهنا. ليه هيثبتها الاول بمسامير؟ عشان الرياكشن. هو عايز بقى الفورس اللي محتاج يثبت بيها، يبقى هو عايز ايه؟ الرياكشن. عايز الرياكشن. هنا في انلت واوتلت ولا اوتلت بس؟ اوكي. انلت واوتلت. انلت واوتلت. الكيس اللي احنا قلناه في الاول. فكل اللي انت هتعمله احنا كنا شغالين هنا دايما بنقول بي اكزت زائد ام دوت في البي اكزت. لا ناقص بقى ناقص نفس الكلام عند ال. فانت هتجيب شوط خاص عند الانلت وشوط خاص عند الاوتلت. هيديك الفورس. هو مديك طبعا دايمترز بقى يعني مديك الدايمتر عند السلوت دايمتر عند الاكزت. والريديوس عند الانلت اللي هي يعني الاي اكزت والاي انلت والاريا سورت هنديك شويه اريات هي مشكله عشان بس اختصارا من الوقت. طيب شابتر 4 بقى بتاعت النورمال تشوك ويف. المهم ان احنا عارفين في النورمال تشوك ويف ان هو اول بيحصل في السوبر سونيك فلو تمام. الماك قبل النورمال تشوك ويف بتبقى سوبر سونيك بعديها بتبقى سب سونيك هي مشكله. الموفينج اعتقد ان حللناها الاسبوع اللي فات كانت الدنيا بيس فيها مش كانتش صعبه تمام. خلينا في الاستيشنري بس المهم دلوقتي كانت الخرائط احنا اتفقنا بنستخدمها الكيرف اللي بره ده ايزنتروبيك ما جوه الخريطه دوت كان اليماتيك بس صح. وقلنا دايما نقطه الواي والاكزت الواي والاكزت اللي هم بعد التشيك ويف يبقوا مكانهم الحقيقي جوه الخريطه صح. عشان كده لما تيجي تجيب الخواص بتاعتهم وهم في مكانهم جوه الخريطه تبقى واخد في الاعتبار ان البي نود اللي تحت والاي ستار اللي هي منسوبه الاكس مين الكلام ده؟ ايوه. وقلنا ان انت لو عايز تاخدها لوحدها كده لوحدها اتفقنا ان القوانين بتاعت الايزنتروبيك او الجداول بتاعت الايزنتروبيك او الكيرف اللي بره بتاع الايزنتروبيك ده يعتبر بالظبط حل الايكويشن. ممكن تاخد نقطه واحده تحطها على الايزنتروبيك وتحل الايكويشن عادي بصرف النظر عن الفلو. عشان كده قلنا ان كل النقط الواي والاكزيت ليها شبيهه على خط الايزنتروبيك لما تيجي تحلها بتحلها بس بالنسبه للنقطه دي وبين النقطه ما بعد التشوك ويف واقعه بعد التشوك ويف. فالبينو اللي انت بتجيبها لينا تبقى اسمها بينو واي والاي ستار يبقى اسمها اي ستار واي. يعني مش كده؟ دول النقطتين دايما اللي فيهم انفلات. طيب نحل مسالتين بقى بسرعه. ايه كده معايا؟
T1 نجيب منهم التينو بس
رابعة وبعد اخش ورانا 10 و 4 دقايق خد 5 دقايق عمال تبدا يعني. طب اوكي هنعملها سريعا ماسك تعالى نفهم هناك كده كده انا هبقى قاعد بعد الساعه 12 12 وشويه كده في المكتب بجهز حاجه المعرض. طب ايه الاكسلريشن بريشر؟ هوا يديني الفينو بتاعته والتينو بتاعته برضه داخل كونفرجن لدايفرجن في النوزل كان يديني السلوت اريا الاريا بتاعت السلوت والاريا بتاعت الانزك يديني الباك بريشر اللي هي اسمها دي اكزيت برضه وقال لي ان النورمال تشيك ويف حصلت في الدايفرجن برضه باستخدام للشارتس سكتش اول بروسيس الرسمه اللي احنا عملناها دي خطوه خطوه عارف ده في العرفه بالذات هي اللي ماشيه مع بين اثنين على بين اثنين. تمام؟ بس يلا قول مره.